ينضم إلينا سعد شهاب محافظ العاصمة. سيد شهاب حياك الله في قناة المملكة. يعني بداية لنتحدث عن مدى تماهي المواطنين مع الإجراءات الحكومية وكيف هي العاصمة اليوم. صباح الخير اختي العزيزه، الله يعطيك العافيه وشكرا لكم. يعني الحمد لله، يعني بعد رساله جلاله سيدنا يوم امس المواطنين، وتعرف يعني بداها سيدنا بالاهل والعزوه، وان شاء الله شده وتزول، وحكى سيدنا المواطنين انتم كبار البلد لانكم تحققون الانجازات العظيمه في اصعب الظروف ولا تعرفون المستحيل. فعلا الشعب الاردني كان يعني مواقفه الحمد لله خلال الايام الماضيه يعني كان التزام تقريبا فوق 99%. احنا الحمد لله يعني منذ صباح يوم امس ولغايه هذه اللحظه تقريبا 300 شخص اللي خالفوا قانون الدفاع، والمركبات تم حجز حوالي 40 مركبه. يعني صحيح انا بقول ان الحمد لله الامور لغايه الان ممتازه جدا، وشعبنا الطيب متفهم هذا الموضوع، ولكن نامل من الاخوه الذين يخالفون القانون عدم مخالفه قانون الدفاع، لانه نحن كوزاره الداخليه ومحافظه العاصمه لن نتهاون مع اي شخص يخالف قانون الدفاع. نعم. ما هي المخالفات التي تتم بحقهم؟ يعني وخصوصا هؤلاء الأربعين مركبة المخالفة في عز أو نقول في خضم هذا الحظر الشامل. احنا صحيح انه كان يوم امس لغاية الساعة يمكن 11 ونص الظهر هذا اليوم المركبات تقريبا 40 مركبة، ولكن انا اقول يعني الحمد لله الامور ان شاء الله ممتازة جدا، ولكن المخالفات كانت وجدنا يوم امس في مصنع في احد المناطق التابعه لمحافظه العاصمه كان يعمل صناعه الحلاوه، وايضا مصنع اخر مارس المهنه مخالف لقانون الدفاع. تم تطبيق الاجراءات القانونيه وتم القاء القبض عليهم من قبل الاجهزه العسكريه والامنيه، وسيتم تحويلهم الى القضاء لينال عقابهم، ومن ثم اتخاذ الاجراءات الاداريه من قبل الحاكميه الاداريه بحق هؤلاء الاشخاص. نعم سيد شهاب، تم الحديث عن إعطاء تصاريح للتاكسي الأصفر ليعاود مهنته من أول وجديد، لنقل بالعامية يوم الأحد، ولكن بالتوصيل للمنازل. بالتالي يعني الإجراءات بخضم هذا التاكسي الأصفر، هل سيتم التعقيم؟ ما هي الإجراءات من قبلكم بخصوص التاكسي الأصفر؟ شكرا اختي، بس بالنسبه لهذا الموضوع احنا لغايه الان لم يرد نتائج حكميه اداريه من وزاره النقل او هيئه النقل العام بخصوص هذا الموضوع، ولكن احنا سننفذ، احنا كلسان حال الدوله معنيين كحكميه اداريه بتنفيذ سياسه الدوله، فاي امر يصدر بهذا الموضوع نحن معنيين بالتطبيق فورا بدون تواني، ونحن بتوجيهات من وزير الداخليه عند الحكميه الاداريه تعمل على مدار الساعه 24 ساعه. وعندنا بالمناوبين، فأي أمر يصدر نحن جاهزين للتنفيذ فورا. نعم سنبقى معك أولا بأول. أستاذ سعد شهاب محافظ العاصمة، شكرا جزيلا لك.